لعل التعصب الرياضي اليوم هو من أبرز العيوب والأمراض التي تشوه الرياضة في العالم. وقد انتشر التعصب الرياضي في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في معظم دول العالم، ومنها بلداننا العربية. وهناك كوارث بشرية مفجعة قد وقعت في مباريات كروية أوروبية وعربية بسبب التعصب، وأدت إلى وقوع العديد من الضحايا وتخريب المنشآت والأموال. إيش طلباتك يا أستاذ؟ متصدر لا تكلمني كيفي حر نصراوي. والتعصب بشكل عام هو الميل المبالغ فيه لشيء ما لدرجة كبيرة، يجعل من الشخص يتحيز لما يحب لدرجة تصل إلى تجميل القبيح وتحويل سلبياته إلى إيجابيات في نظر الناس. وفي عالمنا الرياضي اليوم تعاني الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً من تعصب الجمهور والإدارات الرياضية على حد سواء، حيث يحاول المتعصب لناد أو لاعب معين مثلاً التقليل من شأن المنافس أو الخصم دون وجه حق، حتى لو كان الخصم أفضل من النادي الذي يشجعه بشهادة الجميع. أيوة أستاذ، شعر ولا دقن؟ متصدر لا تكلمني كيفي حر نصراوي. والتعصب الرياضي المبالغ فيه سواء بممارسة الشتم أو القذف أو النقد الجارح قد يصل إلى أمور أخرى أشد، كالإيذاء البدني والمادي وتخريب المنشآت أو ما يسمى في الغرب الهوليكومس. والتعصب الكروي يفقد مشاهدة كرة القدم المتعة والإثارة، ومن المؤلم أن نرى بأن التعصب الرياضي في الوطن العربي قد وصل لمرحلة خطيرة جداً، مقلدين في ذلك تعصب الغرب الأعمى كما في دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى هوليكونز الإنجليز. أنا أقول نصراوي، تقول إيش؟ نصراوي نصراوي نصراوي. هناك فرق بين التشجيع والتعصب، فالتشجيع جزء مهم من الوفاء للفريق والنادي المنتخب وحق على من يحب فريقه، لكن التعصب غير التشجيع، فمنذ وجدت الكرة وجدت معها الانتماءات والميول التي تخطت حدود المعقول أحياناً كثيرة، ولكننا يجب أن نعلم أننا نختلف عن الغربيين سواء الإنجليز أم الأمريكان الجنوبيين وغيرهم. أوكي After 5 minutes Thank you. هلا أخوي علي، سلامات، إيش فيك؟ إيش تشتكي من؟ وإيش ذا؟ حلقك يوجعك. لا سلامات ما تشوف شر، ومتصدر بعد، فالكم الدور إن شاء الله. اتفضل خلنا نكشف عليك. فنحن أصحاب عقيدة محبة، وتجمعنا الأخوة التي أمرنا بها ديننا العظيم. التعصب وباء، وعلاج ذلك هو الروح الرياضية التي تسود عالم الرياضة، وهو ما يطمح له الجميع في هذا العالم المليء بإشكالات.